بالناس اللي يحبونا ويسمعونا ويتابعونا وديما كالعادة في دي ليميسيون براكاج ايميسيون تقربيع ايميسيون الهبلة ايميسيون لافونتور ايميسيون المغامرات ايميسيون الجرأة ايميسيون التحقيقات ايميسيون اللي فيها برشا تحريات. يقولوا له المخ، يقولوا له المنقذ، يقولوا له ساحر ولا سحار، يقولوا له كما قال هو ديناصور المدربين في تونس. عاد نرجع بعد شويه لحكايه ديناصور. سي مختار تليلي تقول في المخابرات معناها لابس لونيت وعامل الكيت في وذنه. سي مختار اون ديريكت بالرسمي عكس ما تلعبيت سمعوك، معناها شنو حويل؟ والله لاباس الحمد لله. تعرف في مرشا؟ لا جيت في مهمه سنه وخطيرة. ما تقوليش عاد جيت مع طارق ذيب. لا جيت سمعت به جاي اخي سبقته خاطر ما نتقابلوش في البقعه انا وياه. تيزي عاد سي مختار بينا بمشاكل توا عاد. انا مشاكل. عليه عاد علاش؟ علاه ما تقابلوش في البقعه؟ ما نتقابلوش خاطر هو وزير وانا اكس انترنيو ناسيونال نتاعو هو. عاد تقرا عندك انت تحب تقول طارق ذيب؟ دربته في الترجي وفي المنتخب. باهي كوارجي باهي طارق. كوانجي من الكوانجي اللي خلقتهم ما خلقتش منهم تونس. هذه حقيقة. الحاجات الأخرى فيها وعليها. معناها لا يصلح إلا الوزارة، يصلح للرياضة فقط في الميدان. لا يصلح للكرة. يصلح للكرة القدم مهنته حياته شبابه ينجم ينفع في كرة القدم. داير حتى التصريحات نتاعو مش نتاع التصريحات نتاع وزير متشبث بس عنده سياسيا متكون ولا تكوينيا متكون. سو احلاه ما كانوش يحبوك ولا يحبوك من 2007 ملي دارتك السيكونس فيديو نتاع تيت ترجي ولا توسوس كنت تحب. هي شوف هي هذيك احكي لي فاست سيكونس هذيك شنو فازتها برد. والله شوف عاديه انا تويك وقتها جيتي دون لي نياج وقتها وتسابي منعت شنو دو سنه سنه شنو دون لي نياج جيتي دون لي نياج صحي معناها لا صحي مش في غيبوبه لا لا لا, لا. بعد ماتش خد ماتش مازال كيفاه وانا وقت حطيت هاك الشارب نتاع ليتوال هاك المزيانه اي فوالا جو لو دي جو لو ريبيت ابي 5 ans ولا 6 ans هاك الشارب مزيانه وهاك الدور الباهيه في الشنوه تحت الشنوه غاديك في بيان الشنوه فجاني هاك المف هاك نو 14 صحفي هذاك بوكاسكيته هذاك لتوالى دولة خلي سي مختار انت وليت ما عادش مكشخ وليت تواليست قلت له توا خلي قلت له خذ مصروفك اما اسمعني سي مختار تكلفت لك غاليه الكلمه اللي قلتها في تونس تكلفت لك غاليه تعرف كيفاش هذيك اش كلفت لي تعرف في الابتدائي كنا قبل المعلمين تلموهم هما سوفاج مع نحن الصغار وقتها في عهد البيت مش عهد البيت عهد القديم عهد الجاهليه اللي رجعونا ليه تو رجعنا له عهد الجاهليه تو عاد وقت يقول لك المعلم هات صوابعك تعمل صوابعك هكايا ويجيك بالمسطره ويضربك على صوابعك يعني ابشع العقوبات هذيك انا عقبتها هكاكا اعطاني مقص الحبايب هذايا نمره 14 هذا سميته انا اعطاني مقص جابني على ليج ما عادش نتحرك اي اي دوبوي من وقتها لاسبيرونس سيد سكرت عليك سكرت كيما بابا مات الترجي بالنسبه لي انا انتهت حتى ولو انا صديق حميم الحمدي المدب لكن انا ما نحبش نحرج الناس لان مهما يكون من الامر فما ناس لغايه في يعني يحبوا يشوشوا وكان نرجع عن الترجي ولا يقترحني حمدي المدب للترجي هما باش يخلطوا الجو ويجيو يعملوا لي ديغاج وانا حبيبي ما نحبش ديغاج بامي لقبت كلمه ديغاج حبيبي لا تلقي بنفسك في بحر عارض البحر في عارض البحر يا حبيبي غنى يا غنى سي محمد نصر مرحبا بك انت من معناتها ليزاربيتر المعروفين انا والمدرسه شنو تقول سي مختار تليلي سي مختار هذاك خويا وعشره طويله ملي كان يدرب في الكاف كان يدرب في جرجيس كان حتى كي نغلطوا كي عربيتر ما نقولش ما غلطش يجي وينصحك ويفهمك ويوريك نصلحوا بعضنا وهو كي يغلط نصلحوا بعضنا صحيح حق عشره طويله
وربي كثر منه الناس. اي اما سي علي علي خميله السلام مدام لباس الحمد لله لباس هذا لان دي ميون جوار في معايا لعب معايا وخدم معايا في زنزيس ولا فامي خميله بدون تعليق. والله يا سي مختار انا تمنيت باش ترينا عنده في جرجيس كانت انطلاقتي من جرجيس وكملت مسيرتي الرياضية مع قفصة وسي مختار الناس طيبة وربي معاه. سي مختار احنا باش نرجعوا نحكيوا على على مسيرتك وخدمتك حكينا على سيكونس نتاع 2007 نتاع الترجي والتوار اما انت قبل كي كنت تريني قبل السيكونس هذيا رانيت تقريبا تونس الكل من الشمال الى الجنوب سي عبير الوي معناها البكيف بيجا مستير برشا الا اللي تولي خاطر وللاسف الشديد وقتها في العوام هذيك عام الطفره بالنسبه لي انا في عام العز نتاعي انا العوام هذيك وقتها توهمت كونه انا كانت العقليه ساعه مختلفه على الوقت الحاضر توا فما الاحتراف والاحتراف يعني ما عادش الناس تفاكس وينتمي لاي فريق من اي فريق لاي فريق فقبل كانت لا اللي ينتمي للنجم ما ينجمش يدخل للترجي واللي ينتمي للترجي ما ينجمش يدخل للنجم ونفس الشيء مع الفريق ونفس الشيء مع الديسبيرسي توا الحمد لله يعني العقليه تبدلت ياسر وما عاد فما ولا بدون جواز شنغان ولات هو انت توا خرجت من الترجي الناس قالت والا برت عدم رجوعك للترجي على خاطر اللي كان دعمك هو سليم شيبو في الترجي معناها انت تسميت على سليم شيبو في الترجي انا وقت اللي ما عادش فما سليم شيبو في الترجي ما عادش فما مختار تليلي في الترجي لا هو انا ساعه والحاجه ما كنتش حبيب انا سليم شيبو خلي يعرف الجميع ويحطوا بطيخه صيفي في 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 جيوبهم كما يقولوها كنت تعبت ياسر مع سليم شيبو وقت انا خليت المنتخب اي من جد من جد ثم سليم شيبو من الناس اللي ما ياخذكش بوتي بوزيو يا ما كومبيتون يا ما ياخذكش انا خذاني معاه وقعدت معاه خمس سنين سون بغا دروا على خاطر لقاني كومبيتون ويعرفني كومبيتون وتونس كلها تعرفني كومبيتون وتونس كلها تعرفني نازي وتونس كلها تعرفني دروا مستوي وما عنديش قلبان الفيستا ولا يوم هذا ما نقلبش الفيستا واللي نقول هذاك انسان باهي يقعد ديما باهي واللي نقول خايب يقعد ديما خايب صف اذا كان يتحسن الانسان هذاك جو شونج دافي خاطر سول لي زامبيسيل ما يشونج با دافي فالترجي طردوني انا وسليم شيبو مع بعضنا طردنا فهد النهار لو 26 نوفمبر 2004 من الازلام معناها انت توا لا ازلام لا احنا تونس كلها ازلام انا وحدي ازلام انا وحدي من فوتات مش من ازلام هذاك علاش قيدت في حركه نداء تونس خاطر ما هو طلعوا له غنيه البيجي قالوا له افتح يا بيجي ابوابك نحن الازلام ما انت من الازلام انا من من من, من, من اكبر من كبار الازلام انا حاسه مش هيك التريحه اليوم ما اختارت لي الفرح لا والله يعني هذوما اللي مازالوا يخموا في التفكير هذايا ساعه الازلام تاع شنو احنا 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 بورقيبه ساعه اول حاجه واللي يتكلم كلمه في بورقيبه يعني يحب يتمس التاريخ ويحب يفسخ التاريخ فرش فيها مسرحيه بورقيبه فرش فيها مسرحيه بورقيبه رجاء فرحات فرشت كيف سيكونس فيها ما سمعت سي رجاء وبارك الله فيه فما جزء ثاني طبعا ثاني فهمت وهذا هذا يعني يفتخر الانسان باش يقول تونس انا تونس صنعها بورقيبه صنعها اذا كانوا هما هذوما تولي في الحكم موجودين خاطر بورقيبه قرا وداوى وعلم وبعث المشاريع وعمل تونس العصريه الجديده باهي بلا من غير ما نسالك عن النهضه جوست تعطيني غنيه هكا على الطير تثير ولا تعبر عن موقفك من النهضه لا النهضه انا النهضه مون امور غني مثلا النهضه مون امور ديما عندها دوبل لونجاج دوبل ديسكور يا نهضه يا كبيره هذاك نجم نقول فيها تحبني نمشي ل 9 فريق لا ولا 9 فريق مونا جاي مونا جاي لا علاش ما سالتك بكل معناتها موضوعيه خاطر انت وقت حكيت على النهضه قلت طارق ذياب قلت له نهضاوي قبلك لا مش قبله لا قلت وقتي طارق ذياب اللي انا نعرفه خيم التوانسه الكل وخيم جماعه النهضه اللي تويكا يسيرهم في البلاد نعرف خيم منهم قال انا نهضاوي ولا وزير فقلت مختار انا استاذ رياضه وهو حد شيء علاش ما نقولش انا نهضاوي لعل نولي انا فوق الوزير على هذاك قلت انا انت في البلاتو الاخرين سكرت برشا نبيل معلول
على خاطر فما شكون قال لي انت طمعت باش تاخذ بوست في الكيب ناسيونال. لا ابدا ابدا يا اخي، ما عطاكش نبي لا ما عندوش نبي ما عطيش البوست. لا انا قريني نبي معلول الاخير عاد انا مختار لي باش نستنى ناخذ بوست من عند نبي معلول ولا من عند غير نبي معلول. هذو كل ولادي هذوما تعرف حاجه، حتى الزواوي قريت قلت له انا قريت علمته على كيفاش يمشي، مش حتى قريته برك الزواوي وحمد المغيابي وعمر الذيب ومراد محجوب وتوفيق بن عثمان وعمار السويح وكلهم هذوما تعدوا عسيرات وكلهم جاوا قدام مختار تليلي واعطاهم الرقم نتاع اللي يستحقوه. رقم ايه غرغر يا غراب وانا ما دريدي لكن الموت فريان. اسمعني تموت على الغنية هذه انت يا نحب والله. شوف من اللي سمعتها عجبتني، لكن اللي عجبتني اكثر هي انا مدريدي قبل ان اكون برشلوني. هو حبيبي برشلوني وانا مدريدي، لكن يعني هو حبيبي برشلوني لما هو مدريدي. انت برشلوني ولا مدريدي؟ لا الغنية الثانية اللي احسن من هذه انا مدريدي انا برشلوني ولكن عكس الغنية الاولى وانا نحب الغنية الثانية خير من الغنية الاولى. انت مدريدي معناه؟ مدريدي يعني. وحبيبك مدريدي ولا برشلوني؟ حبيبي يموت على الكل بتاع كله. تحب المدريد على الاخر؟ موت طبعا، احنا الكبار الناس قبل كيما يقولوا يسمونا توا لا كان صغير يقولوا صغير هكا العام احنا صغار قالوا لكم صغار مش ثاني ما زلتوا صغار ما عندكمش خبره من بعد كبرنا وهنينا ولينا كبار شويه قالوا لنا انتم كبار ما عادش تصلحوا ما نهميش عارف شنو نعملوا لهم هذوما. اسمع على على ذكر حسين الجسمي وبرشلوني ومدريدي انت مغروم بالغناء الخليجي برشا. انا مغروم يا كدلالي يا كدلالي زين كيفاش هي يا كدلالي يا كدلالي واش دا يقولوا فينا دا يقولوا فينا يا كدلالي صلوا على نبينا يا كدلالي صلوا على نبينا. صوتي حلو صوتك انت قلتي خايف صوتك نشاز 1000%. واللي يعجبني فيك سلامتك اللي يعجبني فيك مختار تليلي المخ اي صحاح انت ما على بالكش بالنشاز الصحاح عايشك ما على بالكش كي الحكومه قد ما ينقدوها وهي الى الامام. انت كيكه انا نحب يكون يقول لي صوتك خايب باش نزيد نغني اكثر باش نحسن صوتي. اما هو ما يحسوش روحه في الاداء تاعو. نمشيو نطلعوا في الكهرباء لازمك تغني لي ليلا 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 لا وحده ليلا 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 يا ليلا. سميت روحك ديناصور المدربين سماوني هما قل لي هذاك علاش انضميت للبيجي خاطره من ديناصور معناها ديناصور معنى الكلمه لم يلقى رفض السيد باجي قائد السبسي وقدوه لكل التوانسه ولكل السياسيين لازم يفهموها هذيا اللي هو مش نابورت كي باجي قائد السبسي والوحيد اللي قال بورقيبه لا ما وافقوش في الراي ونعتبوه انشق نوعا ما على بورقيبه وخرج من طيعه بورقيبه. وباجي قائد السبسي توا كيعطي دروس وكيتكلم باجي الاخرين يتصنتوا كيما في الكوره وقت يتكلم مختار التليلي وماجد الشتالي يتصنتوا البقيه. اول مره في حياتي ندور في سوسه في الليل والجمال هذا نتاع سوسه اللي لازم الانسان يجيها في الليل باش يعرفها. حتى كنت نجي لسوسه مده 40 سنه وانا نجي لسوسه للماتشوات من الكار للوتيل الاستاد التونس كيما علي بن غبان من كنشم والغبان. ما نعرف شيء الليله الحمد لله هاي جوها اف ام مشكوره وريما اللي استدعتني والجروب نتاعها وبركاتني البركات هذه بركات كويسه تعرف وانا مش سهل يعني من تبركاتش بسهوله اما الله غالب لانها ليله 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 بس. انت يقولوا لك المخ يقولوا لك المنقذ ويقولوا لك الساحر علاش ديناصور حليناهم بكري والمخ والمنقذ والساحر؟ المخ سي الديمينوتيف دو مختار وتنبي جاي تربجوا بيا والسحار على خاطر شفت مورينيو انا سابق مورينيو في السحر. طارق ذيب وديع الجريم الخلاف اللي هو محط انظار الاعلام الرياضي الايام هذيا الكل عندك عليه تعليق سي مختار؟ والله شو نقول، انا نقول اللي المفروض كل انسان يكنس قدام داره الوزير يتلهب امور الوزاره نتاعو
والجامعة تلهب بمشكلة الجامعة متاعها. الاختيار المدرب هو شنو سبب المشكل؟ هو اختيار المدرب. إذا كان المدرب هذايا يحبوا يحطونا مدرب يعني نرجع للعهد القديم قال شنو هو يفرض علينا المدرب، الجامعة هذه اللي غالب بعد الثورة هذه ما عادش حد يفرض عليهم. فما الجماعة هي تقرر، الجامعة هي منتخبة من طرف الشعب من طرف الأندية، هي تقرر لا وزير الشباب والرياضة لا الوزير الأول لا رئيس الجمهورية، حتى حد ما يقرر في اختيار المدرب إلا الجامعة التونسية كرة القدم. فهنا ستانفو بروبليم، أنا نشوف ستانفو بروبليم تبقى بعد ما بعد العملية هذه هبط ياسر المستوى بصراحة، بصراحة هبط ياسر المستوى، ولينا في عرض الناس نتكلم، ولينا نتكلم في حاجات اللي ما عندها حتى صلة بالرياضة وحتى صلة هو كمسؤول طارق كمسؤول في الرياضة والآخر كمسؤول في الجامعة، ولينا اتهامات زايدة على بعضنا، وهذا ما يخدمش مصلحة الكرة ومصلحة المنتخب اللي بعد 23 يوم عندنا مقابلة مهمة مهمة جدا. توا لا قدر الله لا قدر الله ما نتمناوش احنا كنا باش تصير لنا نكسة أخرى، ما حناش احنا البلاد هي كلها نكسة ونستناو في الكورة باش تخرجنا من النكسة نتاع الغمة اللي احنا فيها عايشين فيها البلاد. فنتمناو باش الكورة تخرج البلاد إلى الهواء تعطيها بولد دوكسيجين يتنفس الشعب التونسي، ما تكونش هالمشكلة هذية عقبة في في في, في نجاح المنتخب التونسي. وان شاء الله وانا نعرف طارق ذياب نعرفه بالكدا وكلامه اللي سمعته الخاني بلوم في سوسة يعني قال انتهى الموضوع وكل شيء خذا كل حاجه شت بقعتها تويك انتهى عطاها هي ودخل عطاها هي والناس كلها عطاتها هيها. خليوا الواحد الناس تركز على الكوره يزينا من في كان في سقيفة حمام في دار معلمة بيك وعليك ونعتك وصفتك هذا هو. اليوم نبيل معلول هو اللي شادد معناتها قيادة المنتخب الوطني التونسي، التحديات نتاع المنتخب الوطني التونسي، رهانات المنتخب الوطني التونسي، المنتخب الوطني التونسي اللي قاعد يستعد باش معناتها يخوض تجربة كبيرة برشا. تشوف انه نبيل معلول قادر في الظرف الوجيز هذا انه يوصل المنتخب الوطني التونسي بر الأمن؟ شوف والله العظيم مستحيل باش نجموا نشكوا لحظة في إمكانيات نبيل معلول وفي قدرة نبيل معلول وما دام وصل المنتخب التونسي دربه سامي طرابلسي. شوف ماهوش ممكن باش يجي إنسان آخر أتعس من سامي طرابلسي راهو، واللي باش يجي وكان مهما كان حتى عنده جمعة انترينمون سامي طرابلسي خذا المنتخب ما عندوش نهار انترينمون. إذن اللي باش يجي بعده مهما يكون الأمر باش يعمل أحسن، وخاصة نبيل معلول اللي يعرف اللاعبين يعرف أفريقيا يعرف الـ 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 الجامعة يعرف الكرة التونسية، حقق إنجازات حب من حب وأبى من أبى مع نومير كان مساعد تاع نومير وتحصلنا على كأس أفريقيا مع الترجي شامبيونز ليغ ثلاثة بطولات زوج بطولات وكأس وهو دور نهائي مع الشامبيونز ليغ. إذن كفانا من التشكيك في قدرة نبيل معلول، لأن الموجودين على الساحة ما مش خير من نبيل معلول، وسميلي تحب أنت والناس نعطيك علاش مش خير بالأرقام، وأما هذايا باش نرميو الكرة هاو هذاك خير ولا خير هذه لغة ما منوفاوش منها. اللي عنده حاجة يعطي البراهين، اللي عنده يقول فلان خير من نبيل معلول وخير من مختار تليلي، اللي يحب يقول خير من مختار تليلي يتفضل يجيب لي شهادة تروات وشرينا واش عمل ونصب روحه هو ديناصور في عضيانا مثال نسمح له انا وقتها. انت تو شكرت كان روحك وعاد ما جيتش شتالي في الحصه هذه. انت كي قاسم كيفي يشكر ديما روحه والفنانين كل ما يعرفوش يغنيوا. لا انت شكرت كان روحك، انت الرياضي الوحيد اللي تفهم وانت القيدوم وانت الديناصور. وشكرت عبد المجيد الشتالي بالكش على خاطرك في سوسه ما نعرفش وكهو. لا من قديم الزمان من 30 سنه التالي انا نحترم ياسر عبد المجيد الشتالي والانجاز اللي عمله عبد المجيد الشتالي ما عمله حتى انسان اخر. اولا ثانيا عبد المجيد الشتالي ما يستحقش نتائجه تكلم عليه. ثالثا مختار تليلي ماهوش نرجس كما تقول انت بالمتواضع ياسر، ولكن حقائق هذه. انا دربت كل المنتخبات، منعت رجل الانديه، دربت في الخليج، دربت كل المنتخبات، كل المنتخبات دربتهم انا في تونس، حتى مدرب تونسي بما فيهم عبد المجيد الشتالي، ما درب حتى درب المجيد الشتالي درب السنيور، انا دربت الكادي والجونيور والاسبوار والأ ليكيب ناسيونال. اذا كي نتكلم تتصنت الاخرين، وكي نتكلم مجيد وعامر حزم زاد ما ننساوهش خونا الكبير وهذاك كون جل المدربين التوانسه زاد انا وياه.
كالعادة نرجعوا لموا. ف هذه حقائق، هذه حقائق، لأنه الوحيد اللي نجم يقول الكلام هذا هو غاغيغو. حتى حد ما نجم يجر معناها بكلمة تاريخ مختارت لي، مختارت لي اسم كبير في تونس، اسم كبير في عالم الرياضة في تونس، يعرفوه الكبار والصغار. مختارت لي عنده تاريخ كبير وراه، وعيب أنه الناس اليوم تطلع تقزم شخص كما مختارت لي، ولا ما تعرفش قيمة شخص كما مختارت لي. اللي قلناه الكل في بروفوكاسيون، في دعابة، ما هذا ما يعنيش راه مازالوا عندي برشا سؤالات سي مختار. مرحبا، ما بين نستنى في السؤالات حد الان، مازلنا في التسخين يظن. لا لا جاي سؤالك، خلنا لا حكينا شويه على ليكيب ناسيونال والبريباراسيون نتاعنا بين معلول ليكيب ناسيونال. جوست حبيت نسالك، ما زلت تؤمن سي مختار انه في تونس فما كره؟ ما زلت فما كره؟ تونس الكره نتاعها كانت مريضه وماتت، دخلت ساعه النعاش ثم هبطت تحت الحوض، وتوا حفولها حفرة باش تتنفس شوية باش ترجع تحيا. الله أعلم إمتى تحيا، وقت تحيا الحكومة هذه وتفيق الحكومة هذه وتبدأ في الإنجازات وتبدأ في إحياء الميت، لأن تونس ميتة برانتيكما. تونس كما نشوفه في الزبلة في كل بقعة، تونس هكاكا ولات. يعني إن شاء الله في المدة القريبة العاجلة هذه القريبة تونس تصحى، والمسؤولين يصحوا ونحطوا اليد اليد في مع بعضنا الكلنا باش نخرج بتونس الى بر الامان. لان اذا وصلنا على الانقسامات هذه، وصلنا على الوضع هذا العبثي، تونس اذا كانت تصنيفنا 3-3 الا سلبي، باش نوصلوا 10 سلبي. في متابعتك للكان سي مختار، شنو اللي كان ينقص ليكيب ناسيونال؟ الملاعبية، البرفورمانس، المدرب، الامكانيات، ما نعرفش شنو اللي كان ينقصها ليكيب ناسيونال باش كانت مو تعمل نتائج بين ظفرين مشرف. شوف باش تلقى برفورمانس وتلقى نتائج في كيما في جوها اف ام، وقت تعمل برنامج، وقت باش يحبوا يخدموا ناس يعملوا كاستينغ، ولا اذا كان الكاستينغ غلط البقيه باش يكون كله غلط. في كأس افريقيا هذه الاخيره الكاستينغ الاولاني كان غلط، المدرب اخطا في الكاستينغ في اختيار اللاعبين. شكون سمحني الملاعبين اللي ما تشوف انهم ما يلزمهمش يكونوا موجودين على الليست نتاع ليكيب ناسيونال؟ انا نقول الملاعبين اللي كانوا يلزمهم يكونوا على الليست، عكس انت نقول حقي كانوا يكونوا يلزم يكون موجود، الميكاي كان يلزم يكون موجود، النويبي كان يلزم يكون موجود، الاستاذ كان يلزم يكون موجود، الساحي كان يلزم يكون موجود، بن خلف الله كان يلزم يكون موجود. هذوما كي انا سميت لك سته ديجا، سته او سبعه الجمل على ليميت، مادام انت عيطت للذوادي ولعبت الذوادي بدون تدريب من تدريبات، الجمال كان ينجم يكون موجود زاد، لما لا؟ وهنا الإشكال الأكبر، المنتخب التونسي وقت يدربوا سامي طرابلسي يولي كل إنسان من هب ودب يولي يقول أنا عندي الحق باش راني المنتخب. أو سي با فري، المنتخب سي اون كونسيكاسيون بالنسبة لتدريب المنتخب، سي اون كونسيكاسيون لأي إنسان كان، تتويج مسيرة. احنا هذا المفهوم هذا مش فاهمينه. في كأس افريقيا الأخيرة الكاستينغ كان خايب، التحذيرات اللي في الدوحة وفي دبي كانت غالطة، وانا ما نمشيش في المقولة اللي يحكوا فيها الغنية اللي يحكوا فيها هاو مصهر وهاو عملوا هاو مدنا شنو، هذا كله اللي عنده ما يثبت هذا يتفضل يجيبه وحطه على الطاولة، وقتها نتهموا الناس والإنسان بريء حتى تثبت إدانته. ثم الاختيارات المدرب، التركيبة الأساسية بتاع الفريق، التشكيلات اللي لعبها، والكوتشينج، يعني هذوما تراكمات نتاع اخطاء في دوره واحده، هذوما كل اخطاء. كيفاش تحب انت تونس باش تلعب وباش تنجح؟ والحمد لله احنا ربحنا ماتش، وشنو ربحنا ماتش؟ هذاك الماتش العزيز الغالي اللي لعبناه، تعاسه تعاسه تعاسه، لولا مساكني شات شوطه لو كان يعاودها 10 مليون مره ما عادش يحطها في بقعتها، ما عادش يجيبها غاديكا، ولا انا ما ربحنا حتى ماتش تقريبا. عاد اذا ما نغطيوش عين السمش بالغربال ونقولوا يعني كونتنا صحيحه ولا بس عليها، كونتنا مريضه. توا ان شاء الله تبدا عمليه الانقاذ، والانقاذ يلزم الديناصور وما حول الديناصور. ترشح في روحك معناها انت؟ لا انا بالافكار مانيش نبار، ما المخ معناها المخ منظر المخ تحب روحك ديما المخ معناها، وعندك جماعه العضلات هما اللي وراك. لا صافي مش كلام، تحب تحط في الباغافون جماعه العضلات وانت المخ. لا تيت لي جامب، انا لا تيت وفم لي جامب، والاشخاص لو كان يمشيو بالفكره هذه ونقبلوها الفكره هذه
وشخص لو كان نقبلوا اللي الكبار والصغار ونخدموا مع بعضنا وتشوف فين نوصلوا. أما إحنا كان كصغير قالوا صغير. سوف كل تيت دو لا تونيزي لا ايور معناها. لا تيت هي احنا نشوف في الاداره الفنيه ديما نلومه نحبوا مدير فني واحد. في تونس بدعه عندنا دو تيت. نسيروا في الكون تاعنا بدو تيت. في الدوله نسيروا في الدوله بتو تيت. قالوا تعرفش العلم. قالوا احنا نزيدوا فيه. ترويكا ترويكا هذيك. ايه ترويكا العزيز الغالي والله والله وصلتنا لبغى الامان. بي جوست نزيد سؤال على اللي قلته انت الكل. نحب نعرف ثم منها الحكايه ولا عندكش علم ولا تعليق ما يسالش. خاطر يعني الاعلام وكواليس الكواليس تداول انه اللي صار في الكان بخلاف اللي لاكون اللي حكيت عليهم انت الكل سي مختار يعني الفنيه والاخطاء والتدريب واللي تحب انت الكل هذاك انه فما عقليه الكعكه معناها نتاع نحبوا نرضيو الناس الكل انه فما ديزادمينستراسيون لازم نرضيو من هنا الترجي ونرضيو من غادي السياره ونرضيو من هوني كذا ولازم نلعبوا فلان خاطر السيد فلان فما شويه من الامور الاداريه والتراتيب هذه كانت موجوده على حساب اللعبه والا لا سي مختار. لا لا تصور انت هكا ولا انا ما نتصورش حكايه بال100% اما لفات اللي في التحضيرات الاخيره ولات فيها سماسرة تحوس في الفندق نتاع المنتخب ولا تشتت في التفكير نتاع كل الاطراف ولات وصلنا مصلحه الانديه تغاط على مصلحه المنتخب. لكن ما يمنعش اللي المكتب الجامعي حظ كل ما من شانه باش المنتخب ينجح. ما نجحش المنتخب ممكن انا نقول حاجه واحده وهنايا فوسوميت على بلاص دي ريسبونسابل وقتها في دبي وفي في في الدوحه وقت الملاعبيه حبوا يروحوا تونس. الاشكال الكل اللي صار اللي بناوا عليه اللي ملاعبيه حبوا يروحوا لتونس المسؤولين نتاع الجامعه قالوا لهم واش ممكن تروحوا لتونس انا تعب فما سبع سوايع ماشي وسبع سوايع جاي وسبع سوايع ماشي وتعبوا ارهاق. قالوا لهم اقعدوا نهارين في دبي. هاك النهارين في دبي هما اللي دار حولهم الكلام الكل والتعليقات كلها والمشاكل كلها دارت حول النهارين هذوك. ولو في اعتقادي كعطاهم نهارين بوست ديفولي ما همش ماهوش نكبه مش مظنه على لياقتهم وعلى تفكيرهم وعلى كل ما يتصوروه الناس اللي فما بعض الافراد وبعض الاشخاص هولوها وكبروها وحبوا يحطوا يعني كونوا اللي المنتخب كله يعني سهريات وكله مشاكل وكله. وحتى الحرباوي عندما اتكلم في حاجات صحيحه فما حاجات غلطه في حد شك هذا. لكن اللي قال الملاعبيه في بيوتها تسهر للصباح وهذا صحيح. ونعطيك مثال عشتها. خالد بن يحيى، نبيل معلول، طارق ذياب عندما كانوا عندي يلعبوا في الترجي وفي المنتخب ما كانوش كانوا حاجتين يعملوا ما ينقضوش بكري يقعدوا في بيوتهم ممدودين ويتفرجوا في التلفزة ويسهروا ريلاكسي في بيوتهم وكانوا في الصباح في فطور الصباح ما يهبطوش في فطور الصباح. هل وكان ما يلعبوش مليح هذا هو السبب؟ لا، لأن تعود الملاعبي وتتعود الملاعبية هذوما باش يسهروا والماتش يتلعب في الستة متاع العشية. يعني شو ما أنا ما شوفش مشكل وقت ملاعب يقعد في فيديو يسهر حتى الماضي ساعة وماضي ساعتين هو ممدود الأكسي باش يقوم في التسعة متاع الصباح ولا العشرة متاع الصباح. يعني ما فماش إرهاق باش ينجر عنه. فأحنا اللي لوسكون فيتو أسونسيان أون لاكوز دو راش. جست نتعداو للكورة مادام حكينا على ليكيب ناسيونال نسألك سؤال أدق شوية أدق طريف نحكيو على توال شوية. فما سؤال توجه لكم بكري أمانة نحب نعاود نوجهو لك السؤال هذايا. حسب رايك سي مختار انت كمعناها قيدوم كديناصور في التدريب وعندك ما تقول في الساحه الرياضيه ورايك مهم، شكون هم احسن يعني رؤساء الجمعيات اللي تعطاو للاتوال واحسن المدربين اللي خدموا الاتوال؟ حسب رايك في تقييمك في تاريخ الاتوال شكون احسن بريزيدون الاتوال وشكون احسن مدرب؟ شوف في الاتوال تو عندها 90 سنه ولا 85 سنه الاتوال ما ينجمش يكون رئيس واحد احسن رئيس. فما ثلاثه اشخاص انا ما نجمش ننسى فضل نتاعهم على الاتوال وعلى الكره التونسيه. حامد القنوي اللي بنى الاتوال على قنتها صحيحه وبنى الاتوال وكون الصرح الكبير هذه القلعه الحمراء بدات وقت عهد السي حامد القنوي. ثم جاء عثمان جنايح اللي قعد مهما يكون من الامر قد 10 ولا 15 سنه تقريبا رئيس النجمه عثمان وخدم حظنا القاعده واللي انهى التتويجات وكل والعالميه وصل لها العالميه هو معز دنيس. وهنا وانا قلتها سابقا اللي ليتوال لو ديكلان دو ليتوال ا كومونسي نهار اللي كمبنوا وكومبلوتاو على معز دنيس ونحاو معز دنيس مش نحاوه
هو كان حاب يقعد وقعد، اما هو العائله هو انسان عالي مستوى عالي ياسر، على ذلك هو خرج لمصلحه ليتوال قبل مصلحته هو. ومن وقتها الى يومنا هذا ليتوال ماهيش ليتوال اللي نعرفوها، برغم اللي رجالاتها موجوده وامكانيات موجوده وكل شيء موجوده، لكن هنا قاعدين عايشين في وضع ليتوال النجم قاعد عايش في وضع صعيب ياسر. وان شاء الله توا في اضافه شرف الدين اللي يشكر على كل المجهودات اللي قام بها وعلى كل ما قدمه للنجم، لكن وحده ما نجمش يرجع الاتوال للمقام تاعها الاولاني. والتدريب بالنسبه للتدريب طبعا بدون منازع المايسترو مجيد، بدون مجامله وبدون رمي ورود. ثم انا في اعتقادي جاء عمار احمد عمار في وقت ما، التوانسه نحكي على التوانسه، وفوزي البنزرتي اللي اهدى النجم تتويجات. اذا كان بالنسبه للاجانب سانتوس هو الفتره الزاهره والفتره الذهبيه والورديه صارت مع سانتوس. نرجع لك انت شويه مختار تليلي، انت من الناس اللي مقبله تصير الثوره وتصير كلمه اسمها الانفلات، انفلات الامني، الانفلات كذا، الانفلات. انت من مؤسسي الانفلات في تونس، معنا انت اكثر واحد عمل الانفلات في البلاتو نتاع التلفز وفي الاعلام، وانت اللي خلق حاجه اسمها امور في الرياضه، انت اللي خلقت الطرفه والضحكه. الانفلات هذايا كيفاه؟ معناها هكا انت وحدك هكا وانفلت ولا خلصوك على الانفلات؟ لا ما خلصونيش لحد الان، حتى حد من نجم يقول خلصت عطيت مختار تليلي فرانك باش يقول كلمه ولا يعمل حاجه سواء بلاتو ولا في قدام مصدح نتاع اذاعه ولا حاجه. انا كان النقد ممنوع وقتها في جميع الميادين الا في الرياضه، وشاركت في عده منابر تلفزيه وكنت نعطي رأيي بكل وضوح وبكل شفافية، وكنت نصدم بعض الناس في المواقع بتاعهم، لكن كنت عندي نوع ما يعني من الحصانة اللي كنت مدعوم من القصر. لا من القصر لا مش مهم من القصر. معناها ثم شكون داعمك، معناها يعطينك الحق انك تتكلم. شوف هو هي كانت سياسة الدولة وقتها مبنية على الرياضة اكثر منه على الوزارة الخارجية. كانت وزير الشباب والرياضة أقوى من وزير الشباب والوزير الخارجية، لأن كانت الرياضة هي اللي وصلت تونس وعلم تونس كان يرفرف في جميع أنحاء العالم. ناهيك اللي الرياضة تونس مشات أربع مرات كأس العالم، مشات كأس الجوز أولمبيك، هذا مش وزير الخارجية بتاع تونس وقتها اللي تعداوا كلهم، هما وصلوا البلاد للدرجة هذيك الرياضة. فكانت الرياضة وزارة الرياضة وكرة القدم هي اللي أعطت السمعة الباهية لتونس، وكان مختار التليلي كان طرف من مكونات اللعبة هذية، وكان طرف في الميدان وخارج الميدان في البلاتو التلفزيون. نلعبوا لعبة صغيرة قبل ما نمشوا مع الموسيقى، ومن بعد باش نرجعوا نحكيوا على الزيادات. في بالك كل شيء زاد في ما هذيك الثورة، ما هذيك أحسن حكومة في التاريخ، فهي بصحيح هي احسن حكومه في التاريخ واحسن غلاء صار في تاريخ العالم مش في تاريخ تونس. في بالك المشروبات الكحوليه زادت سي مختار بين 500 و900 فرنك، يقلقك الخبر هذا؟ لا والله ما يقلقنيش، بالعكس باش كنت ناخذ واحده بيره باش ناخذ اثنين. انت من المحبين المشروبات البيضاء ولا الحمراء؟ انا تونسي احمر وابيض، ما نقولش لا ابيض الحلو ولحمه الحلو، فما خاطر فما احمر مش حلو. اسمعني، يجيك سؤال على الطاير من عند واحد من المستمعين ناصر الدين المنزلي، خاطر احنا بكري حكينا على نداء تونس، قال لك ملكي تربح نداء تونس في الانتخابات مختار تليلي ولي يا اما رئيس جامعه ولا وزير. لا جو بريفير رئيس جامعه، على خاطر ولو نولي نجم نكون وزير مادام تنقضي ولا وزير بمستوى تعليمي يعرفوه الناس الكل، مختار تليلي استاذ فوق الرتبه في وزارة الشباب والرياضة، عنده المؤهلات الكاملة باش يحكي على الكرة كلها مش يحكي على كرة القدم برك، وينجم يكون وزير الشباب والرياضة في عهد باجي قائد السبسي إذا نداء تونس نجح، لما لا؟ أحسن الطرائف اللي عشتهم في التدريب نتاعك الكل؟ أحسن الطرائف هو العام الأخير نتاع النادي الرياضي البنزرتي 2007 2008، هذاك هو العام اللي ما يتنساش. طبعا في حياتي شفت الباهي وشفت الخايب، شفت الحلو وشفت المر،
شفت اللي عرفت الناس اللي يحبوني عرفت الناس اللي ما يحبونيش عرفت الحكام اللي يبيعوا الماتشوات وعرفت الحكام النظاف عرفت المدربين اللي يبيعوا الماتشوات مدربين النظاف عرفت المسؤولين اللي كان بنون المسؤولين ما كان بنوش يعني تعديت من جميع المراحل وجميع المستويات وعندي يعني فكرة إضافية وهنا وقت نقول التوانسة مشكلتنا التوانسة وقت تقول في كويتنا وفما أي كويتنا مسخة أو فيها البيع والشراء أو فيها التكمبين يقول لك اثبت هذا هذه الأشياء هذو ما تنجمش تثبت بحد شاشي ماتش باش شنو تصور وباش كيبدا يتعامل في المعاملة هذه ف كويتنا يلزمها ترتقي إلى مستوى أعلى ومستوى أنظف احنا تويكا بعد الثورة بعد الثورة ولات الحكام رجعوهم خوافة الضغط اللي سين عليهم ولا الحكم كي يمشي يلعب في اون ديبلاسمون في بعض الملاعب يقول لك اخويا نحب نرجع لعائلتي نحب نرجع نروح الامن نفسه الامن يقول لك يجي الحكم يقول له اخويا احنا نحب نروح ونحب البلاد تقعد ايضا اذا هذا ارهاب الكرة ولا موجود في الملاعب نتاعنا وهذاك اللي يلزمنا نخرج منه وهنا يلزم على الدولة تاخذ بزمام الامور وإدارة الامور والامن يرجع فعال كما قبل اي اما سي مختار ما ننساوش راهو حتى من قبل الثورة العوام الاخرى راهو فما العنف الرياضي في الملاعب سي مختار نعم. معناها العنف كبير وشماريخ وقداش من جمعيات تتعاقب وقداش من جمعيات تسلط عليها عقوبات معناتها من قبل موجود في اخر اعوام العوام الاخرى قبل الثورة بشوية صار برشا انفلات كبير في الرياضة صحيح وقتها ولو ما عادش لاهين بالكورة ولو لاهين بالامور الاخرى وسيبوا الكورة وصار انفلات لكن الانفلات ولاو يعبوا عليه هما سي لو ديفولمون هذيك المكان الوحيد اللي سو ديفول فيه الناس اللي عنده مشاكل اجتماعيه وعنده اي مشاكل يجي للستاد سي بيرمي بون لوي باش يسب الاربيتر باش يسب الملاعبيه باش يرمي الشماريخ باش اما كانت فما حدود كانت الناس تخاف توا للاسف مش يعني توا الحاجه الباهيه اللي ما عادش تخاف الناس لكن فاتت المرحله هذه اليوم وصلنا رياضه بدون جمهور معناها رياضه بدون جمهور ما لقينا بدون جمهور فوضى وقت انت تجي ماشي فما ملاعب كي تجي ماشي انت باش تنقل مقابله ما يخلوكش تدخل يمنعوك ويمنعوا الجهاز هذاك السمعي البصري باش ينقل المباريات وهذا داخل في الفوضى المتواجده فيها البلاد واللي حتى حد ما عادش كيما ولا تونس شوف بوابه بدون عماره بدون بواب اللي يقوم الاول باش نوليوش كيف فريق اللي يقوم الاول فوق الحكم في استادات هكا ولات اللي يجيو الوالدين واكثر هما يدخلوا يفرضوا الاراده نتاعهم على الامن وعلى الجامعه وعلى كل شيء. انت انقذت برشا فرق سي مختار اكثر الفرق اللي كان انقاذ نتاعها صعيب بنزرت وفهم مستير الاخر نهار لعبنا ما تشنا وقعدنا احنا في الجازون عندك مشكله مع سي حامد الكبش احمد الكبش احمد الكبش ديما يبكي خاطر بكاي لا دي كوكوديل هذوك تاعو اما احمد صاحبي ياسر وتغششت عليه مره واحده وقت العزيز زهير قال له ما تخرجش مختار تليلي بعد هكا التعليق العظيم نتاعي بعد ماتش سابي والاتوال قال له ما تخوش مختار تليلي ما تعاودلوش العقد ما عاودليش لكن ثم بعد علاش خاطر قلت عليه يبكي؟ لا على خاطر عزيز زهير ولا حط روحه نفس روحه اسبيرونتيست اكثر مني انا وقت سي با فري يعني هو اسبيرونتيست صحيح وهنا كما توا في الوقت الحاضر في السياسه نزيدوا على بعضنا تكون وطني اكثر وتكون ثوري اكثر وتكون مش ثوري ففي الترجي وفي النجم حتى في النجم موجود في جميع الانديه فما الناس يتزايدوا على بعضهم انا نحب الجمعيه اكثر منك هو سي با فري الناس كلها تحب الجمعيه نتاعها قل لي انت بكري قلت لي جمله يزمني نسن معناتها نعاود نستغل هالكلمه هذه اللي قلتها لي قلت لي انا من الناس اللي يقلبوا الطرح معناها يعرفوا كيفاش يقلبوا الطرح يعرفوا كيفاش يفوزوا بالطرح يعرفوا كيفاش يقلبوا الطرح لصالحهم معناتها انت من الناس اللي تعرف تعمل كش ملك بيسي مختار كيفاش تعمل هالكش ملك هذايا بالاستحقاق ولا باللي حكيت به بكري معناتها على الحكام وعلى لا شوف معناتها بروبرمون ولا فما شويه بيع وشراء الحقيقه سانسيرمون 90% تري بروبرمون معناتها فما 10% شويه ما تنجمش تخرج على تحت الطاوله تحت الطاوله موجود تونس كلها تحت الطاوله ولا تو ومن قبل من 20 سنه التالي تونس كلها تحت الطاوله فما تنجمش هذا المال اللي ما تنجمش تبعد منه وحتى ما انت ما تحبش فما ناس يلزوك ليه فما ناس يعملوه في بقعتك انت
فأنا منعت جمعيات بالخدمة بتاعي على الميدان بقراءة الواحد. كنت أنا تي سامبل، أول حاجة كنت نتوقع كل سؤالات تعطيهم لي باش يبوزيهم لي بعد الماتش نحضنهم. ثم عندي حاجة ميزة ممكن تختلف على بعض المدربين، مانيش دعوة، وقت نسمع كلمة نسمع الكلام ونختار اللي ينفعني، ما نرفضش ونسكر البيبان مع الناس، وهذا هي قوتي كانت. وفي الميدان كنت نقرا صحيح المقابلة، نقراها صحيحة قبلها ما تبدأ، ونقراها وقت تتلعب، وهذا اللي خلاني أنقذت جرزيس 4 مرات، الكاف 4 مرات، مستير مرة، سيربي مرتين، هذا ما يعني ماهوش بالسهلة أو باش واحد. والمدرب اللي ينقذ جمعية نفس القيمة عنده كما اللي هز بطولة، لكن اللي هز بطولة مع الترجي ومع النجم ماهوش كما اللي هز بطولة مع جي اس كا عام 76، مش كيف كيف. التيتا هذاك المعنى بتاع التيتا هذاك أصعب، لأن الإمكانيات أقل والإشعاع أقل ويهز التيتا. معناتها الفلوس تشري الكرة سي مختار اليوم؟ اليوم تجم الفلوس تشري الكرة؟ وحدها لا، الفلوس يلزم برشا فلوس صحيح، أما يلزم تدبير ويلزم تفكير، يلزم مخ يكون موجود، ويلزم برمجة ومتابعة وانضباط في العمل كله هذا. شوية أسامي وتعليق سي مختار. به نعطيك بالاسم وتعطيني كومنتير، متحبش تعلق ما تعلق. سليم شيبوب، راجل خدم الكرة التونسية واقترف أخطاء في حق الكرة التونسية. فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي إنسان مقتدر وعنده الإمكانيات والكفاءة، أما كيف بعد الثورة اللونجاج نتاعو تبدل، وهذاك اللي ما حبيتوش فيه. نبيل معلول. نبيل معلول بدا واحدة واحدة، خطوة خطوة، ما كانش ناجح في أول مسيرته، ثم الباساج نتاعو مع لومير كونه، ثم أنجز الإنجازات اللي حتى مدرب تونسي ما أنجزها. خالد بن يحيى. خالد بن يحيى تكون دون لوتا سور لوتا، تكون بدون شهادات، بدون مستوى علمي كبير، شخصية رياضية كروية سابقة لا أكثر ولا أقل. بعيدا عن الرياضة السياسة، بحر جلاس كافة لتونس وكافة اللي يسمعوه، وإنسان اللي طلعنا بالطلعات اللي طلعهم هو، يعني رجعنا العهد الجاهلية، العهد الحجري، ما نحبوش الناس هذوما في تونس الجديدة يظنوا تونس ليس ينفعها. البيجي قائد سبسي. القدوة، المناضل، الزعيم، من أكبر ناس موجودين على الساحة بعد بورقيبة وبعد الحبيب عاشور وبعد فرحة حشاد، يجي قائد سبسي. آخر شخصية هي راشد الغنوشي. راشد الغنوشي صمام الأمان لتونس في الوقت الحاضر، لابد أن يكون في المستوى القيمة هذه، لأن قيمة ثابتة بتاع الشيخ راشد، والشيخ راشد يعني هو اللي توا قاعد يعني يسير في الدواليب السياسية في الأفاق بتاع تونس، واللي سمعته اليوم اللي هو في خطابه قال اللي وزارة السيادة باش تخرج على النهضة، دلالة على كونه رجل دولة ورجل يحب تونس. مختار تليلي. قدم ما يمكن يقدمه للكرة التونسية، بعمو كان دائما صادق في قوله في العمل متاعه، ما يقلبش الفيستا كما ساعات وبر، لا ساعات يلبس حاجة نحي متاع الشتاء يلبس متاع الصيف، أما ما يقلبش الفيستا. مختار تليلي ملقاش في آخر أياماته، ملقاش اللي يزمه يلقاه، اللي يلقوه هم الناس اللي هو كونه مختار تليلي، تستمعوا من الكرة التونسية أكثر من مختار تليلي. غير تولي حسود سي مختار. لا مانيش حسود، لا هذه حقيقة تقال. اللي خذوا فما بقايا. متقلق أنت سي مختار؟ لا مش متقلق، لأن ما يدوموش الناس هذوما، والناس عندهم عليهم فكرة، والناس تعرف التوانسة هم مش أغبياء، التوانسة يعرفوا الباهي ويعرفوا الخايب. اللي خذا منصب سي مختار مش معناها تخلل تاريخ الكرة التونسية. أبدا.
فهمت كلامي زولي. فهمت كلامك. طارق ذياب دخل الكرة التونسية كلاعب دولي وكلاعب احسن لاعب في افريقيا. شكون جبت طارق ذياب؟ شبيك ترى؟ ما هو اللي كان فهيم تفهم السؤال وتفهم. لا والله انا ما قصدتش طارق ذياب. بل انا خليني نتكلم على طارق ذياب لان باش نتكلم على طارق ذياب خاطر انا نعتبره كيولي طارق ذياب ما نجمش ما عنديش تكلفه باش نتكلم على طارق. عشنا وكلنا ماء وملح وعشنا مع بعضنا سنوات وشفنا الحلو والمن مع بعضنا في الترجي وفي المنتخب. اذا طارق ذياب سي ان غون مسيو. طارق ذياب لو يزيد يحسن الاداء نتاعو في الوزاره ممكن يتحسن هو. وانت كان زيد تحسن الاداء نتاعك تنجم تولي فنان. فنان صوتي وحش لكن نجم نولي فنان نقعد ديما فنان في الكوان. نحب نشكرك برشا سي مختار تليلي على البراكاج اللي عملناه لك اليوم. بقيت متابعه طيبه بقيت فقراتنا وبرامجنا. ميرسي بوكو اللي بعثوا لنا لي ميساج الكل. فيف لستري ديكيب ديما على جوهر اف ام. موت فان بريفمون اللي كنتي مختار تليلي قيدوم المخ ديناصور الساحر اللي تحب انت الكل مرحبا بك على جوهر. شوف انا في حياتي تعديت برشا مراحل خاصه في الاعلام. الحصه نتاع اليوم صدقني ودون مجامله بدون عمود حصه مميزه جدا لانها على الطبيعه لانها والبركاج هذايا هو أهل. احنا ديما نقولوا انا نقول لاولادي بالكم يعملوا لكم بركاج. يا اخي انا ابوهم اليوم طاح في بركاج وفين في سوسه وفي الفنشي ومع ريما وغرغر يا غرغر يا غرغر. جوهره اف ام.net. Nous sommes là où vous êtes.